طبعا بعد ان شاهدنا هالبرومو يعني المسلسل اللي بيعرض ان شاء الله خلال هالاسبوع، الحديث عن المسلسل وخباياه وكواليسه، معنا على الهاتف احد نجوم العمل الاستاذ محمد غزي من ام الدنيا. اهلا ومرحبا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد العزيز والأستاذ ناصر، حبايب قلبي وحشني والله. والله يا أنت الحبيب حبيبي الغالي، انت أخبارك يا أكثر عسل، والله. أخبارك يا الحمد لله، أنت العسل وأنت السكر وأنت كل الحاجات الحلوة والله. يا حبيبي والله، السكر هذه تحطها في الماء تذوب، لازم تكون عسل عشان أخبارك يا حبيب روحي. وخلي المسلسل الحين يجي، الآن الجمهور عايش مع مسلسل هدنة بجماله وب ممثليه واحداثه، ثم جاء اضطراب، واحد اضطراب واحد هدنه، ايش القصه؟ والله يعني ربنا كتر مسلسلاتنا والدراما بتاعتنا يعني، ما شاء الله قول ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حدثنا عن قصه المسلسل استاذي محمد. طبعا هو في، انا مش عايز احرق احداث، بس هي عائلات في المسلسل عباره عن عائلات في دراما اجتماعيه. احنا تقريبا يعني اول مره نعمل شكل من اشكال الدراما الاجتماعيه بالشكل ده. هو ثلاث عيلة في أحد قرى صعيد مصر. كانت رايحة زواج؟ نعم فندم. قلت لك العائلة هذه كانت رايحة زواج ولا إيش؟ أمزح. ناوي يا أبو. هو عيلة معانا الأستاذ طلعت، الأستاذ عز الدين ممثل أول مرة نقدمه للمجد، ممثل قدير ما شاء الله عليه. ما شاء الله. عامل الأب، وفي أربع إخوات، في ثلاثة أشقاء، وفي أخ من أم لوحده في هذه العائلة. كل واحد من الأشقاء عنده تطلع وعنده مشكلة وعنده اضطراب خاص بيه، بيقدر من خلاله ان هو يعني يقدم الشخصيه بتاعته المطروحه على الشاشه. بعد كده كل في اطراف كتير طبعا، الدراما متشعبه في كذا فرع للدراما في المسلسل، في زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع عائلات، عائله فرغلي، عائله شاذلي، عائله عنيش، في كذا عائله يعني في، وكلهم طبعا ايه مشتركين مع بعض في الاحداث اللي هنحرق من خلالها في الاخر. ان في اضطراب كبير قوي في. طيب استاذ محمد، ما شاء الله تبارك الله، احنا قاعدين نشوف برضو يعني اللقطات على الشاشه، حمستنا كثير، كويس انك ذكرت لنا بعض الحصريات اسماء العوائل، وننتظر برضو المزيد من الحصريات منك. المسلسل يحكي حقبه من الزمن معينه ولا يعني يتكلم عن عادات وحاجات اجتماعيه في اي زمن؟ لا في اي زمن، احنا عامه ما بنطرحش وقت معين او زمن معين يعني، عشان من كده بيدخلنا في مناطق اخرى. لاني قاعد اشوف اللقطات في زي الحروب وكذا، يعني ذكرني باحلم بيوم وقريب من الجو هذا. احلم بيوم كان ليه طابع خاص، لانه كان في الفتره دي، كان في يعني في خضم الفتره اللي هي بتاعه الثوره، واضطرينا معناها لازم ندخل في الاحداث الموضوع يعني. يا سلام. يعني احيانا كواليس المسلسل تكون فيها احداث اقوى من المسلسل، فلو تعطينا بعض المواقف اللي مرت بكم اثناء التصوير. احنا المواقف بتاعت المسلسل كثيره جدا، واحنا كمان المسلسل احنا صورناه في وقت قليل جدا جدا جدا، صورناه في 17 يوم فقط. 17 يوم؟ معدل 17 يوم. كم حلقة؟ 30 في 17 يوم. بمعدل من 14 ل 18 ساعة في اليوم تصوير. ما شاء الله. جميل. فيعني تخيل بقى قمة التعب والإرهاق، وكان في ناس بتقع مننا، ويعني كان في الأستاذ فكري سليم اللي عامل دور شاذلي كان تعب في يوم جدا مننا، يعني بعد 12 ساعة تصوير. الحمد لله على السلامة. والحمد لله، الحمد لله يعني الحمد لله عدت على خير، وفركشنا في اليوم ده، وقفنا تصوير في اليوم ده للاسف يعني، لان ده خساره بالنسبه لنا ما احنا بنوقف في يوم او كده. والحمد لله يعني حاولنا، وطبعا حضرتك عارف لما بيكون الوقت مضغوط بيبقى في ضغط في الشغل. نعم. هو احيانا ما بيبقاش في فرصه. اتفضل. قلت احيانا يكون مضغوط او مندي، انت سبق اكلت المندي. حبيبي محمد ناصر سي الخبران. ايش اكلت شيخ؟ يعني نعم فندم. افطرت كبده اليوم حق شيخ البلد؟ لا والله لسه ما افطرتش، قلت اعمل مداخله وافطر براحتي بقى. والله ما شاء الله ترى، والله باقي ما افطرت. انت بعد حسابنا. وش رايك نمسح ارقام بعض؟
يا حبيبي ده شرف ليا والله. والله والله هذا اجمل رد، هذا اجمل رد واقواه. وصلني يوم قلت الناس امسح رقمي فما عاد اقولها شكلي، لا اقولها بس بطريقه. الله يرضى عنك حبيبي محمد. رساله اخيره تختم بها؟ رساله اخيره عايز اقول لجمهور المجد الجميل العزيز على قلوبنا جميعا، احنا بذلنا وتعبنا وان شاء الله نقدم لكم وجبه دسمه من الدراما الاجتماعيه باللهجه الصعيديه، ترتقي بجمهور المجد وترتقي بالدراما بتاعت المجد ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحبيبنا الممثل الاستاذ محمد غزي، احدى الكفاءات ما شاء الله المصريه في التمثيل الجميل والمتفنن حبيبي.